هل القدس على أعتاب انتفاضة ثالثة؟ تماماً كما حدث عام 29 لدى نشوب ثورة البراق، فبالنسبة للأقصى أصبحت المساعي المتطرفة جلية لتقسيمه زمانياً ومكانياً، وهو مشابه لإصرار حكومة إسرائيل اليمينية على تغيير إجراءات الزيارة والصلاة في حائط البراق التي كانت محددة بأوقات معينة، وفي النهاية حصلوا على ما يريدون. على ما يبدو اليوم، محراك الشر وراء تقسيم الأقصى أولئك المعارضون لنتنياهو في حزب الليكود، وعلى خلفية المناكفات الحزبية الجارية، علماً أن الفتوى اليهودية تحرم الصعود إلى باحات الحرم لمزاعمهم بوجود الهيكل في مكان ما تحت الأرض هناك. هذه سياسة إسرائيلية ممنهجة بدأتها إسرائيل منذ عام 67، وفي النهاية هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل الثالث اللي بيزعموا أنه كان في يوم من الأيام في هذا المكان، يتشابه مع ما حدث في ثورة البراق، ولكن هذا الموضوع أخطر بكثير لأن الموضوع سيطر على المسجد الأقصى، فهذا أخطر. إذا استمر هذا الوضع سنذهب إلى انتفاضة الثالثة، هذا مؤكد. عجز إسرائيل في إخماد الغضب المقدسي دفعت سيبي ليفني للمصادقة على مشروع قانون ضد ملقي الحجارة في القدس، فإذا ألقى أحد الشبان حجراً على سيارة سيسجن 10 سنوات و5 سنوات إذا رشق الحجارة على الشرطة الإسرائيلية. يعني بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات شرعية دولية تنظر إلى مدينة القدس باعتبارها جزء لا يتجزأ من بقية الضفة الغربية، ما جرى أن إسرائيل في مطلع الثمانينات ضمت مدينة القدس إلى دولة الاحتلال واعتبرتها العاصمة الأبدية والموحدة، ومنذ ذلك الوقت يطبق في مدينة القدس ما يسمى بالقانون المدني الإسرائيلي. ولكن هذا القانون الذي جاء ليرفع عقوبة السجن على ملقي الحجارة في مدينة القدس هو تطوير للقانون الجنائي الإسرائيلي المدني، بحيث أنه بات يتشابه مع القوانين والأوامر العسكرية المطبقة في الضفة الغربية. فقدان إسرائيل السيطرة على القدس ومخاوفها من اندلاع انتفاضة تدفع بها إلى اللجوء القمعي بالقوانين وبالاعتقال الذي تمارسه ضد المقدسيين، إذ أنها اعتقلت منذ 22 من الشهر الماضي إلى اليوم 111 مقدسياً. فأر التدنيسات فيجلين هو حفيد جابوتينسكي الذي قاد تفجير الأوضاع نحو ثورة البراق، وعلى درب حقد الأجداد يسير الأحفاد بجشع يريدون من ورائه أن نسلمهم الأقصى على طبق السكوت الذهبي بقمع حتى الحجر من أن ينتفض لقدسه ومقدساته. من رام الله المحتلة، زينة صندوق، رؤيا.